عسلامة. نحن في القروان في وسط البلاد من القروان، وانا نخدم في مشروع اوترومون، هو مشروع تعاون دولي بين بلدية القروان وبلدية المهدية وبلدية ستراسبورغ في فرنسا. هذا المشروع يهدف على تشجيع من الناس على استعمال البسكليت والمشي في حياتهم اليومية. نظمت هذه البارادة صغيرة مع قروانيات والناس من القروان، وهيا نمسكوا في القروان. احنا ساعة شركاء في البرنامج هذا، برنامج اللي هو يدخل في منظومة كاملة بالتنقل الحضري، وبالطبع انا شخصيا تعرفوني كمعناه مشجع ومستعمل للدراجة، مستعمل يومي للدراجة، ثم في المشروع هذا خاصة في جو البيئي هذا والجو متاع الوبائي، الدراجة هي أضمن وسيلة متاع نقل، أضمن من السيارة الخاصة لأن تعمل اختناق، وخاصة أضمن من حتى من النقل العمومي لأنه هذا ينجم يخفف الوطء على النقل العمومي وينقص من اكتظاظ وسائل النقل. نشجعوا على هذايا، وإن شاء الله أن أما في المجلس هذايا أو المجالس اللي مش تجي بعدنا ناخذوا قرارات حاسمة، خاصة في معناها تدوير الجولان في المدينة، تنظيم الجولان في المدينة، وخاصة نتبعوا الناس اللي سبقتنا وخاصة المتقدمة أنه نمنعوا معناها إشارة الجنهار، ونمنعوا سيران أو جولان السيارات في منطقة معناها معتبرة من خاصة في وسط مدينة القيروان، لأنه ذي أولا يعطي جمالية للمدينة، يعطي جمالية للمدينة، ثم يخفف الوضع البيئي على علينا الكل والهواء اللي نتنفسه فيه، ثم يسهل حركة المرور. معناها مشروع كله فوائد. أعطينا كلمة وليد. وليد الهنداوي، دراج كما قلت فيها قديم، منذ 20 سنة ولا 21 سنة تسوق بسكليت، يعني ترانا متمرس. اليوم التظاهرة هذه تطمح نقولوا نقصوا من استعمال السيارات في البلاد. نحبوا نشجعوا على استعمال الدراجات الهوائية في نقولوا قضيان شور كل شيء يعني. إن شاء الله نسقنا مع ثم جمعية ستراسبورغ هي اللي دعمتنا، وإن شاء الله تكون نقولوا التظاهرة تنجح 100% إن شاء الله. وبالنسبة للمسلك بانطلاق من باب جلادين نحو الجامع الكبير، ثم مرور بالفسقية، ثم مرور بالزربية حول مدخل القروان على طريق تونس، وبعد الرجوع من طريق تونس حتى باب جلادين لهنا. ومرحبا بك.
لا لا بصفة عامة هو معك عاطف الزيري ناشط في المجتمع المدني. بالنسبة للبسكليتات والله هذه بادرة باهية من الجمعية وباش نحييو المناسبة هذه ونشاط سياحي للمدينة وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله يوفرونا معناها الدراجات الهوائيه دي وتولي موجوده في كل مكان وخاصه لي بيس دو شونج نتاعها وان شاء الله هنا جينا نحن نشجعوا حكم الكونفينمون زاد نشجعوا على الدراجه الهوائيه وتولي خير من اي استعمال وسيله نقل اخرى. احنا مجموعه سمينا اخونا حمدي المغامرون عجبني الاسم والمجموعه هذه نعمل في مسافات طويله جدا معناها مسافه ما تقلش على 160 كيلومتر كيلومتر ونمشوا عاده للمناطق اللي معروفه في القروان اللي هي مناطق معناها ذات طبيعه جميله طبيعه جلابه خلابه. مشينا لسيدي الرماني مشينا البراج نبهانة مشينا الوسلاتية مشينا للبراج الفج مشينا البراجات الساعة اللي محاطين لقرب القيروان الكل مشينا عملنا فيهم معناها أيامات معناها بالهماك بالمشوى بالأجواء احتفالية متاع مجموعات يعني تحب التبسكيت يعني رياضة وبيئة في نفس رياضة وبيئة وإن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله عنا عدة مناطق باش نزوروها كما عين بوسعدية أول زيارة ساعة إن شاء الله باش نمشي الحمامات وبعد عين بوسعدية وإن شاء الله في زغوان تم دار ضيافة في زغوان يمكن نمشولها الزريبة العليا تكرونا يعني إحنا الحقيقة استانس تساقينا على الدراجة وباش نولوا نجيبوا برشا مسافات معنا ان شاء الله عليك يعطيك الصحه وان شاء الله تلتحق بينا عاد سي والله ماذا بيا بشكر سي ناجح خاطر نعرفك تبسكل وماذا بينا تجي معنا ما تنسونيش الله يخليك مرحبا بك كيب ويدي وكله بروتيجي مرحبا بك هاي هذا جوار كبير هاي ما شاء الله يعني في ميتين عبد الرحيم قاسمي من قروان مغروم زاده كما الاولاد الموجودين هنا مغروم زاده من اكل مع اي واحد مغروم بالبسيكل فهمتني ملمومين الناس كل كيما هكا في مو حاجه مزيانه برشا وان شاء الله ديما هكا ديما تصير في قروان خاطر بالحق مخره التالي ما تلموش برشا اما عندنا خمسه سته من الناس نخرجوا معاهم معناها مسافات طويله نمشيو في النهار 170 كما كان يحكي سخونا يوسف بسكليت مشي حاجه مثلا بوفوار عطي فيزيكمون خدمه لازم اونترينمون لازم خدمه يحضر روحه حتى اي بسكليت ينجم يخرج مش لازم معناها بسكليت برو ولا يشتري ماتريال بالفلوس ولا يهون برشا فلوس اما حاجه لازم هي الاساسيه هي السيكوريتي فهمتني الاكسسوارات هو لازم عندك الماء هي الحاجه الباهيه وفاكيه الدراج راه مش ما يرزنش خاطر مسافه طويله لازم الماء لازم السوائل الفروي كهو معناها يونس عقون انا شيف دو ميسيون تاع البروجي اوترومون تما جيت هنا باش نعملوا ان شاء الله البروجي هذا بشراكه بين ستراسبور القروان والمهديه وجماعه فنيين دونك الهدف تاع اليوم هو تاع التظاهره احنا باش نشاركوا فيها كي جيت انا القروان يعني بصراحه تفاجات انه فيه برشا ناس تعمل البساكل والهدف تاعنا اليوم احنا نشوفوا بلي يقول لك بلي تناقصت شوي فنحاولوا ان شاء الله لي جون والناس الكل ترجع هنا وتعمل معنا البساكل وتتنقل بها يعني كمويان ترانسبور ممكن للترفيه ممكن للسبور بصح كمويان ترانسبور ثم حاجه باهيه وان شاء الله باش نعملوا مع البلديه في انشطه اخرى هذه خارجه مع الكرون بيبليك ومع البلديه ان شاء الله نعملوا دي فورماسيون نعملوا دي ديسكسيون دي زاتوليي وبربي ان شاء الله باش نطوروا الحكايه هذه تاع البساكل وتاع الحوكمه المحليه سيدي انا حسن حمامه تاجر بالطبيعة مغروم بالبسكليت مليانة صغير ديما نشارك مع صحابي عندنا جروب نتاع بساكل نخرجوا خرجات مزيانين مع بعضنا ثم برشا ناس واهقه من الخرجات الطويله ولكن كي يجرب هو مع جروب ما يفرهاش الثنيه لانه اون جروب ما تحسش بالديستانس لازم تمشي حتى 100 كيلومتر في نهار وترجع 100 زاده ما تحسهمش تمشي في بالك هما برشا ولكن كي تجربهم ما تحسهمش البسكليت هي ساعة سبور بريمو سيكوندو باش تحافظ على صحتك هي تحرق كل شيء بما فيهم كوليسترول والسكر معناتها الانسان يكون باذن الله صحي 100%
وخاصة كي يعمل على الأقل دو جور تروا جور بار سيمين بإذن الله الأمراض ينساها والدواء ما فكرش فيه، يحافظ على صحته ويربح صحة بدنه ويبعد على الدويات. هذا اللي ننصح به العباد، أهم حاجة هي الرياض وربي يوفقنا.